السلام عليكم. اليوم نروحوا للمنطقة تاع الأعمال تاع باب الزوار لنقف على الأشغال تاع الحديقة العمومية الجديدة اللي راهي الآن جارية. وهنا في البداية حبيت نوضح المساحة نتاع الحديقة هذه، وهنا نشوف في الخريطة نشوف المساحة هذه اللي راهي، هذه هي هنايا. إذا نبينوها، إذا كل هذه تعتبر المساحة الكاملة. إذا هذه هي المساحة الكاملة نتاع الحديقة. إذن هذه هي هنايا، نشوفها هنايا، هذه كلها تعتبر حديقة جديدة راهي قيد الأشغال. وكذلك في الفيديو درت اقتراح لإنشاء محطة للسكك الحديدية هنا، بما أنه الخط نتاع السكك الحديدية يمر من هنا، إذن ممكن نكون فيه محطة للسكك الحديدية في هذه المنطقة هنايا، واللي تبعد على المحطة نتاع الجامعة هنايا، تكون فيه إذا محطة ما بين محطة الجامعة هنا ومحطة الدار البيضاء هنا، ممكن تكون فيه محطة في الوسط هنايا، محطة ثانوية تكون في الخطوط نتاع الضاحية برك، ماشي خطوط يعني الخطوط اللي تروح البعيد، اللي تروح البعيد الآخر يعني يعني طويلة المدى، ما يكونش فيها يعني توقف هنا، لكن التوقف هذا يكون في القطارات نتاع الضاحية نتاع الدار البيضاء نتاع تيزي وزو نتاع سنية. إذا ممكن تكون فيه محطة هنا مقابلة للحي الأعمال، مقابلة للمركز التجاري، وكذلك مقابلة خصوصا بالمحطة للحديقة. إذا بدون إطالة نخليكم تابعوا الفيديو حول الأشغال نتاع نتاع الحديقة الجديدة اللي راهي قيد الإنشاء على مستوى حي الأعمال بباب الزوار. والسلام عليكم. السلام عليكم. اليوم رانا في الحي نتاع الأعمال تاع باب الزوار، ونروح نشوف الأشغال نتاع الحديقة الكبرى اللي راهي قيد الأشغال بالحي إذا تاع باب الزوار. وهنا نشوف الأشغال تاع الحديقة اللي راهي قيد الأشغال. لاحظوا ان الاشغال مازالها متواصله، والحديقه هذه كبيره كبيره كبيره، و انا الاقتراح ديالي هو ان انشاء
محطة للسكك الحديدية في الجهة المقابلة. هنايا هذه الجهة ممكن أن ندير محطة للسكك الحديدية في المنطقة هذه. إذن هذه هي حالة الإشغال متاع المحطة متاع الحديقة إذا لاحظ هنا الإشغال تاع هنا فيه مسطح مائي أو نافورة هنا في المنطقة هذه. سبتي لحظة فتاة سبوها مطهولة يلا ما أخذتش ملاحظ أول في هذه المساحات كثرة البيطان والمساحات الخضراء قليلة مقارنة بالمساحات الإسمنتية تعتبر قليلة، وهذا أمر غير منطقي يعني. وهنا كان بالأجدر يدير الطريق حتى النهاية، علاه ما داروش الطريق للنهاية حتى للطرف ملهيه؟ يعني تسهيل الحركة تاع السيارات، غلقوه الطريق منا، غلقوه، كان المفروض يكون فيه، شنو هذا؟ إذن هنا كان محطة لركن السيارات، هنا كان شغل باركينج لركن السيارات. وأعيد وأكرر اقتراح ديالي هو إنشاء في هذه المنطقة إنشاء محطة للقطار سكك الحديدية بين محطة تاع
هو محطة الجامعة، القطار هو محطة الدار البيضاء. كاين إمكانية لإنشاء محطة للقطار تمد مباشرة باتجاه منطقة حي الأعمال، وكذلك الحديقة هذه الجديدة. هذا أمر لو كانوا يديروا يعني محطة للقطار تكون جيدة جدا، يعني في الخط نتاع الضاحية، خطوط تاع الضاحية يديروا محطة ثانوية هنايا تجي مليحة. هذه المنطقة الأولى التي تم تهيئتها، يعني الأشغال هنا راهي متقدمة في الجهة هذه. تولوا من ناحية الفينيسيا شوية لا فينيسيون مازال يعني فيه ممكن تتحسن أكثر. إذن هذه هي المساحة تاع ألعاب الأطفال. كيفاه؟ دوك نعاود نخرج من هنا. اسمع دوك واش تمشي لابيي؟ بسكرة ماشي كيفاه بسكرة؟ مغلوقة بالسلك. دوك نعاود نرجع. دوك نعاود نرجع. Thank you.